ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. اللي مشتركش في القناة انزل بسرعة اشترك فيها وانضم لعيلتنا عيلة ماما نونا، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبتك القصة ادعمنا بلايك عشان نقدر نكمل معاكم. قصتنا النهاردة بعنوان سجان الصعيد، يلا بينا بسرعة نتابع احداثها مع بعض. في المساء وصل عامر الى المنزل فوجد والدته جالسة قصاد التلفزيون، فقبل يديها وتحدث بابتسامة: عاملة ايه يا حجة؟ الحمد لله يا ابني، ما جبتش نورسين معاك ليه؟ هي هتبات عند اهلها؟ عامر باستغراب: اجيبها معايا منين؟ وتبات فين؟ هي مش هنا في البيت؟ نادية بفزع: انت بتقول ايه يا ولدي؟ هي مش قالت لك انها هتروح لاهلها النهاردة؟ دي مشت من الصبح ولسه ما جاتش، ولا هي ولا السواق، وكنت فاكرة انك هتجيبها معاك. عامر بعصبية: نعم، هي مقالت ليش حاجة، ولا عرف انها خرجت اصلا، نهارها اسود. التقط عامر هاتفه وقام بالاتصال بنورسين اكثر من مرة، ولكن لم يتلقى رد. فاتصل بهدى واخبرته ان نورسين ذهبت منذ حوالي 5 ساعات تقريبا، فالقى هاتفه وصرخ على الحراس ليأتوا، ثم تحدث بغضب: فين السواق اللي كان مع المدام؟ ما جاش ليه؟ الحارس: معرفش والله يا بيه، هو اتأخر قوي، انا مشغل عندي شوية بهايم، انتوا واقفين هنا قدامي ليه؟ مش قلت مليون مرة اي حد يمشي لازم حد منكم يروح معاه، صح ولا لا؟ الحارس بخوف: والله دي اوامر المدام يا بيه، هي اللي قالت انها عايزة تروح لوحدها. عامر بغضب شديد: تروحوا تدور على نورسين والسواق، شوفوه فين، ما حدش يجي غير بيها، يا هقتلكم كلكم. انصرف الحراس بسرعة من أمام عامر، فتحدث سيف بقلق: اهدى يا عامر، هنلاقيها، ممكن تكون راحت عند واحدة صاحبتها ولا حاجة. صاحبتها مين الساعة 8؟ وهدى بتقول انها ماشية من عندهم من 5 ساعات، يبقى راحت فين؟ نادية بتوتر: طيب يا ابني، يمكن تكون عند أفنان أختك، اتصل بسليم شوف لو عندهم. أخذ عامر الهاتف مرة أخرى واتصل بسليم، فأخبره أنه لم يصل إلى المنزل وأنه في الطريق، وعند وصوله سيخبره ويأتي إليه فورا. فأخذ عامر مفاتيح سيارته وذهب بسرعة ليبحث عنها، وانطلق سيف أيضا بسيارته ليبحث من جهة أخرى. أما عند أفنان كانت واقفة في المطبخ تطهي الطعام ودموعها ما زالت تنزل بغزارة، فدخل سليم إلى الشقة ودخل إلى المطبخ وتحدث بلهفة: نورسين هنا؟ أفنان بخطة: لا مش هنا، هو في إيه؟ خرج سليم إلى غرفته وأبدل ملابسه بسرعة وأخذ سلاحه وجاء ليذهب، فلحقت به أفنان وتحدثت بقلق: إيه اللي حصل؟ حد حصل له حاجة؟ سليم بحدة: نورسين مش لاقينها، وشكلها اتخطفت، ولو اتخطفت هيبقى اللي خطفها الغول اللي حضرتك لحد دلوقتي بتعيط يقديها على ابنه. ألقى سليم كلماته وخرج من الشقة بأكملها، فجلست على الكرسي تفكر فيما قاله سليم، ثم أخذت هاتفها واتصلت بزين أكثر من مرة، ولكن وجدت هاتفه مغلق، فدخلت أبدلت ملابسها وخرجت. أما في مكان آخر في إحدى المخازن المهجورة منذ زمن، ظهرت نورسين وهي فاقدة وعيها على الكرسي ويديها وقدميها مقيدين بالأحبال، ففتحت عيونها ببطء ووجدت نور قوي، وأمامها رجلا في الستينات تقريبا من عمره يجلس على الكرسي المقابل لها، وخلفه عدد من الحراس. فحاولت أن تعتدل في جلستها، ثم تحدثت بخوف وعصبية: أنا فين عاد؟ وأنتو مين؟ الغول بابتسامة: أهلا بعروسة الصاوي زينة بنات الصعيد، أنا فين؟ وأنتو مين؟ معلش نسيت أعرفك بنفسي، أنا الغول، مش عارف تسمعي عني ولا لا، بس أنا اللي كنت عايز أقتل جوزك، بس ما تقلقيش، المرة اللي فاتت ما صابتش الهدف، المرة دي هتصيبه إن شاء الله، بس قول يا رب. نورسين بغضب: وانت فاكر اني هسمح لك تقتل جوزي واقعد اتفرج عليه
قبل ما تلمسه لازم تقتلني أنا قبله. الغول بجدية؟ مش لما تطلع من هنا عايشة الأول تبقي تتكلمي وتهددي، ولا هو أي حد بيقرب من عامر بيبقى عصبي كده. قسما بالله العظيم لو قربت من عامر ما حد هيقتلك غيري، وانت غبي قوي فاكر ان عامر هيسيبك كده رايح جاي براحتك؟ تبقى هبل لو فكرت انك هتقدر تهرب من عامر اكتر من كده. الغول بحده، قبل ما يمسكني هكون كتلته. جاءت نورسين لتتحدث، ولكن وجدت زين يدخل من الباب وهو يصرخ باسم ابيه، فالتفت الجميع لمصدر الصوت، وجاء زين وتحدث بغضب شديد. انت بتعمل ايه عادي يا ابوي؟ الغول بدي اللي شايفه، مش دي مرت الشخص اللي دمر لك حياتك وخد منك حبيبتك؟ دي كانت بتساعده في كل حاجة، وزي ما هو خد منك حبيبتك انا هاخد منه مرته. زين بعصبية، ومن امتى واحنا بناخد حقنا من الحريم؟ ده لو ليا حق اصلا معاه، دي اخته وهو كان بيحميها مننا، ازاي عايزه يجوز بنته لابن الغول اكبر تاجر مخدرات وسلاح ومجرم الصعيد كلها؟ الغول بغضب، زين انت بتقول ايه؟ انا كل اللي عملته ده علشانك انت، ومش هوقف اللي بعمله مهما حصل، فاحسن حل ليك انك تمشي من هنا دلوقتي، وملكش صالح. مستحيل، مش همشي من هنا غير لما اخدها معايا. اشار الغول بعيونه لاحد الحراس فاقترب من زين وغرس حقنه في عنق فوقع على الارض. فتحدث الغول بحزن، خدوه على البيت ومش عايز حد يضايقه، بس ما يخرجش من هناك مهما حصل. اطاع الحراس اوامر الغول وحملوا زين وخرجوا به من المكان. فنظرت نورسين اليه بصدمه ثم تحدثت بحزن، انت ازاي تعمل كده في ابنك؟ علشان احميه من جوزك واحميه من طيبته. قبل كده بنتي ماتت وانتحرت بسبب جوزك، ومش هسمح انه يموت ابني كمان. كفايه انه عذبه لما تسبب في موت اخته، وعذبه تاني لما خد منه حبيبته وجوزها لواحد صاحبه. انا هخليه يندم على الساعة اللي قرر يواجهني فيها. عامر مستحيل يكون قتل بنتك، انت كذاب، وهو ماله ومال بنتك اصلا. الغول بغضب شديد، هو ضحك عليها علشان يوصل لي، ولما اتسجنت هي حطت كل اللوم عليها، ومن كتر حبها فيا ما استحملتش الصدمة وانتحرت. نورسين بعصبية، لا هو ملوش ذنب في حاجة، انت مجرم وده جزاء اجرامك، ده اللي انت لازم تحصل عليه، ما ينفعش تأذي في الناس وتفضل عايش مبسوط كده. نظر الغول اليها بغضب شديد واشار للحراس، فاقترب احدهم منها وسحبوا حجابها من على رأسها، فظهر شعرها الاسود الطويل. حاولت نورسين ان تغطي شعرها ولكن لم تستطع، ثم وجه كاميرا فيديو امامها لتصورها، ومسك احدى الماكينات التي تستعمل في ازالة شعر الرأس. اما عند عامر ووصل إلى القصر وهو يشعر بالأسف، وجاء رأفت وسليم وبعض أصدقاء عامر في الداخلية. فتحدث رأفت بضيق، ما تخافش يا عامر، الكل بيدور عليها وهنلاقيها إن شاء الله. جاء عامر ليتحدث، ولكن قاطعه صوت رنين هاتفه ليعلن عن وصول فيديو. ففتح عامر الفيديو وانصدم عندما، والحد هنا تكون انتهت حلقتنا. أتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لأنه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. استودعكم الله، مع السلامة.